الحقيقه ان يعني خليني ابدا بزياره البحرين، لان الحقيقه كانت في مراسم استقبال رائعه للرئيس عبد الفتاح السيسي. يمكن ربما شفنا لاول مره يعني ما فيش الالتزام قوي بالبروتوكولات الرئاسيه، شفنا قد ايه كان في فرحه حتى رسم لصوره الرئيس اللي موجوده، يعني حاجات شفناها بتدل على ان العلاقه ما بين البحرين ومصر علاقه قويه ومتينه وفيها نوع من المحبه كمان والاتفاق في الرؤى. يعني طبعا بداية زيارة موفقة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عمان وإلى مملكة البحرين، حفاوة في الاستقبال بعيدا عن المراسم البروتوكولية، وده اللي يدل على محبة صادقة نابعة من صدق المشاعر تجاه الدولة المصرية وتجاه الرئيس عبد الفتاح السيسي. بالفعل هي زيارة محبة وزيارة لها أهمية بالغة الخصوصية لمملكة البحرين. مملكة البحرين لها علاقات وطيدة مع الدولة المصرية، وهناك علاقة صداقة بين الملك حمد وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك زيارات متبادلة لبحث جميع الملفات العالقة بين الطرفين وتدعيم أواصل هذه العلاقة بين الدولتين، خاصة مع الظروف التي تمر بها الأمة العربية ومنطقة الشرق الأوسط. قبل البحرين كان هناك زيارة موفقة أيضا لسلطنة عمان، تم التباحث في العديد من الملفات، الملفات الأمنية، الملفات الاقتصادية، وأيضا تعزيز أواصر هذه العلاقات من خلال العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين سلطنة عمان وبين مصر. وشهدنا لأول مرة يعني جلوس الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كبرى الشركات والمستثمرين العمانيين للاستثمار داخل مصر، وأيضا كان هناك شرح لفرص الاستثمار في مصر والاستفادة من التشريعات والتسهيلات المقدمة من الدولة المصرية تجاه المستثمر العربي. بالنسبة لزيارة مملكة البحرين، البحرين لها خصوصية في التعامل مع الدولة المصرية. مصر حريصة على أمن وسلامة البحرين، وأن أمن البحرين ومنطقة الخليج العربي هو أمن للمنطقة العربية كلها. وفي نفس الوقت هناك خصوصية في العلاقة بين الملك حمد وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهدنا ده في مراسم الاستقبال والحفاوة في افتتاح المبنى الجديد في مطار البحرين، وأيضا الاستقبال من قبل ولي العهد الأمير سلمان بن حمد. يعني لما يكون في من ضمن هذه المظاهر صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي تتصدر اللقاء، ويعني نوع من أنواع الاحترام والتبجيل للقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمام كبير بدعم العلاقات الثنائية مع مملكة البحرين. صحيح. طب الجولات العربية سواء من مصر للدول العربية أو الدول العربية لمصر أو حتى ما بين الدول وبعضها البعض، أكيد الهدف منها هو دراسة الموقف، تحديد الموقف العربي، وخصوصا أن احنا عندنا زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي في السعودية منتصف الشهر القادم إن شاء الله. فكرة هل هننجح في المنطقة العربية أن احنا يتم توحيد المواقف العربية واستغلال هذه الفرصة في وسط الأحداث اللي بتحصل وظهور أو عودة مرة جديدة للنظر للمنطقة العربية بشكل مختلف؟ يعني أكيد وجهة النظر العالمية بتبص دلوقتي لمنطقة الشرق الأوسط بطريقة مختلفة لأن عندها احتياجات. بالفعل يعني هي الزيارات المتكررة أو خلال المرحلة الماضية الهدف منها هو ترتيب الأوضاع والأولويات في طرح الموضوعات الهامة التي سوف يتم طرحها خلال قمة جدة. الولايات المتحدة الأمريكية خاصة مع تغير الموقف الأمريكي تجاه منطقة الشرق الأوسط وأولويات القضايا العربية، مع تصاعد الموقف في الاتحاد الأوروبي ما بين روسيا وبين أوكرانيا والغرب والشرق وغير ذلك، هناك محاولة من قبل الإدارة الأمريكية إلى التأكيد على عمق العلاقات مع الوطن العربي والدول العربية الفعالة في المنطقة. الفرصة سانحة لكي يكون هناك رؤية موحدة عربية في طرح الملفات العربية الهامة، منها على سبيل المثال منطقة الخليج العربي وأمن وسلامة هذه المنطقة.
منها أيضا الملفات العربية الهامة، القضية الفلسطينية وضرورة لحلحة هذه الأزمة للخروج بوضع سياسي ومرضي لجميع الأطراف سواء كان العربية وغيرها. أيضا بالنسبة لقضية اليمن والتأكيد على الموقف العربي بضرورة تثبيت الهدنة وتقديم المساعدات وتقليم أظافر جماعة الحوثي الإرهابية ومن يدعمها. منها أيضا الملف الليبي وضرورة أن يكون هناك إجراء الانتخابات ومخرج دستوري برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة. أيضا الوضع في سوريا وضرورة المحافظة على وحدة وسلامة الأراضي السورية حتى لا يكون هناك تهديد للدولة السورية. عندنا ملفات كتير جدا سوف يتم طرحها على الإدارة الأمريكية، وأعتقد أن الإدارة الأمريكية يعني أصبحت الآن في موقف لا تحسد عليه عندما يعني كانت تتعامل مع هذه القضايا بنوع من عدم الجدية. الآن لزاما على الدولة الولايات المتحدة الأمريكية أن تقدم ضمانات للدول العربية بموقف واضح وصريح سواء كان في الاتفاق النووي مع إيران التي تمثل تهديد في منطقة الخليج العربي، أو بالنسبة للمساعدات للدول العربية في ضرورة حفظ وسلامة الأمن القومي العربي بمنطقة الشرق الأوسط. الولايات المتحدة الأمريكية جاءت إلى الدول العربية ولابد من وجود رؤية ورؤية واحدة للدول العربية وتأكيد على الموقف العربي والصف العربي الموحد أمام الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق أكبر قدر ممكن من استغلال الأزمة العالمية بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية وعدم الانخراط في هذا الصراع ويعني تحقيق مكتسبات للدول العربية بعيدا عن أي تجاذبات للأطراف. صحيح.